شيشيليا 23 مايو 1992 مع الستة ديال العشية. لورد جا ديريكتو عند توتورينا الشاف ديال كوزا نوسرا، 500 كيلو ديال لي زيكسبلوزيف تفرقعات في الطريق لتا ديال لايروبور لباليرمو. الضحيه ديال هذاك النهار كان هو لو جوج جوفاني فالكوني، مات ومات معاه مرتو وثلاثه ديال لي غارد كور اللي كانوا معاه. شهرين من بعد هاد لاطونطا واحد القنبله اخرى غادي تفرقع، ولكن هاد المره في الصون ديال باليرمو، والضحيه ديالها كان واحد لو جوج اخر صاحب جوفاني فالكوني. هذاك لو جوج كان سميتو بابلو بورسالينو. كل الانظار كانت متوجهه لتوتورينا، وهاد لافير تحيدت للبوليس لوكال ديال سيسيليا وجابوا دي زونكيتور من ميلانو. كان الهدف ديالهم الوحيد هما يعرفوا فين مخبي توتورينا ويقدموه للعداله. من بعد 8 شهور ديال لونكيت غادي يعرفوا فين مخبي توتورينا، واكزاكتومون كانت لو 15 جونفي 1993 غادي يشدو مع الشيفور ديالو يلا خارج من دارو. من بعد شهرين غيبدا البروسي ديالو، ونهار غيكون قدام المحكمة غيكون لابس واحد اللبسة ديال الفلاح بسيط، كوستيم عادي وقميجة وجيلي. هو اللي كان مولف تيلبس كوستارات غاليين وتركوات ديال الكشمير. في البروسي ديالو غيقول لهم هو انسان بسيط وما عنده حتى شي علاقة مع الدروغ، وكون كان تيبزنس فيها ما غاديش يعيش مرتو مع عمو في دار فيها 4 متر كاري. قال لهم انا فلاح كيما كان با فلاح. الاخوان والاخوات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. الفاميلا الكبيره ديال بلكابين، كما توعدتكم في الفيديو ديال الدردشه اليوم غادي ندويو على كوزا نوسترا وعلى الشخصيه ديال توتورينا. وكما كنت قلت لكم ايضا ما غاديش ندوي على الحياه ديالو، غنعطي قبسات من الحياه ديالو. يعني الا شفتي هذا الفيديو هذا غيكون عندك واحد الريزومي زوين على كيفاش عاش هذاك السيد وكيفاش بانت كوزا نوسترا. الاخوان ما نعطلكمش على الفيديو، بغيت نقول لكم الناس اللي ما دايرينش اشتراك في القناه راه لا اشتركتوا غادي تدعموا هذا المحتوى هذا، ونديروا فيديوهات زوينين اخرين. دونك اللي نسى ما دارش ابوني يديرها باش يدعم القناه. الاخوان ما نعطلكمش بلوس، غادي ندوزوا الفيديو ديريكتومون وتنشوفوا. الاخوان باش نفهموا هاد الشخصيه المعقده ديال توتورينا ولا هاد المنظمه ديال كوزا نوسترا ونعرفوا الجذور ديالها امتى تولدات وفين تولدات، خاصنا نرجعوا للماضي ونرجعوا للاوائل ديال القرن العشرين. كما تتعرفوا الجزيره ديال سيسيليا الاقتصاد ديالها تعتمد على الفلاحه ومن ديما، دونك ما عندهمش شي اندستري اخرى اللي تجيب لهم الفلوس من غير الفلاحه. وفي الاول ديال القرن العشرين كانت الحياه ديال الفلاح واحد الحياه خايبه بزاف، تينوض من الصباح وتبقى يضرب تماره حتى تغرب الشمس، وكانوا تيعطيو واحد السالير صغير بزاف بارابور للخدمه اللي دار النهار ديالو كامله. وكل من الاراضي اللي كانوا تيخدموا فيهم هذوك الفلاحه كانوا ديال 4 ولا 5 ديال الناس، كانوا تيعيطوا لهم لي باغو من الارستقراطيه ديال سيسيليا. تخيلوا معايا جزيره كامله الاراضي ديالها كاملين عند 4 ولا 5 ديال الناس اللي شادينهم، وهاد الناس اللي تيعاودوا عليهم لي بارو ما بقاوش باغيين يعيشوا في سيسيليا في دي فيلاج مهمشين بحال كورليون. دونك كلهم مشاو سكنوا في مدن كبار، كاين اللي مشى سكن في نابولي، كاين اللي مشى سكن في ميلانو، ولكن قبل ما يمشيو عينوا واحد الناس هما اللي قابلوا لهم الاراضي ديالهم كاملين. يعني الفلاحات يخدموا في الصباح هما اللي خاصهم يخلصوهم، وفي كل شهر منين تيجمعوا الفلوس ديال المحصول كامل تيديو لهم حتى المدن الكبار ديالهم. وتماك فين غتبدا ليستوار ديال كوزا نوسترا، ملي مشاو هذوك لي بارون للمدن ديالهم الكبار بقاو هذوك الناس اللي عينوهم هما اللي مقابلين الفلاحه ديال بريسك سيسيليا كامله، الفيلاجات كاملين. هنا غنهضروا على كورليون لان هذا هو السوجي ديالنا ديال اليوم، حتى نهضروا على توتورينا.
ودونك هذوك الناس بداو تيتقواو بشويه بشويه، حيت هما اللي كانوا تيديسيدي ولا تيقروا شكون اللي غادي ياكل الخبز شكون اللي ما ياكلش الخبز. تخيلوا معايا واحد الفلاح لا جا عنده واحد من هذوك الناس قال لي انت ما تخدمش اليوم، يعني ما غاديش ياكل، حيت ما كايناش شي طريقه اخرى اللي تقدر تربح فيها الفلوس من غير الفلاحه. ودونك بداو تيدوزوا الشهور وبداو تيدوزوا الاعوام، وهذوك الناس اللي خلاهم كمسؤولين على الفلاحه ولات عندهم واحد القوه وواحد السلطه كبيره بزاف، وكانوا تيدخلوا حتى في الشؤون ديال الفلاحه. ولا كان شي فلاح طلب لهم يزيدوه في الخلصه 10 سنين هو خدام في هذيك الارض، كانوا تيشدوه وتيسلخوه قدام الفلاحه كاملين، يعني كانوا واحد الناس سلطويين باش يبينوا لهم بلا راه كاينه واحد السلطه وما كاين لا بوليس لا والو، هما اللي تيديسيدوا شكون اللي يتخلص وشكون اللي ما يتخلص. وفي وسط هذاك الحقول فين غادي تولد المنظمه ديال كوزا نوسرا، غادي تقولوا بالله غادي تولد من الناس هذوك الفلاحه اللي كانوا مضطهدين، نو غادي تولد من جهات الناس اللي كانوا حاضرينهم تيجيروا لي شون كاملين. في الاول كانوا عادين في هذوك الفلاحه الفقراء وكانوا متسلطين عليهم وتيخدموهم في واحد الظروف خايبه بزاف، ومن بعد النفوذ ديالهم تزاد ولاو متسلطين على هذوك الناس اللي مخدمينهم يعني لي بارو، كانوا واحد خمسه ديال لي فامي هما اللي عندهم الاراضي كامله، ما بقاوش يصيفطوا لهم الفلوس وانيكساو لهم الاراضي ديالهم وخداوهم صحه، وقالوا لهذوك لي بارو اللي جا حط رجليه هنايا باش ياخذ الاراضي ديالو غادي يموت. ودونك هذوك الناس خلعوا وسمحوا في الاراضي ديالهم، ومن تماك كوزا نوسترا غادي تولي عندها واحد القوه كبيره بزاف، حيت ديجا ولاو عندهم الاراضي، ولا عندك الاراضي تولي عندك الفلوس، ولا عندك الفلوس يولي عندك البوفوار. وبالنسبه للمساله ديال كيفاش جروب صغير ديال كوزا نوسترا حيد الاراضي لهذوك لي نوبل بلا بيع بلا شراء بلا والو، هاد المساله هادي ما تقدرش تطرا في شي دوله اخرى اوروبيه، ولكن طرات في سيسيليا، وهذا ناتج على التاريخ ديال هاد الليل ديال لا سيسيل. ديجا لا سيسيل كانت واحد المستعمرات بزاف ديال القوات الاجنبيه، والناس اللي ساكنين في سيسيليا ما تيحسوش براسهم بلا هما دي ايطاليا، حد ديما كان مستعمر تيجي يستعمرهم تيمشي تجي قوه اخرى. ودونك الغوفرنمون ديال الطاليان ما كانش حاط يديه بثقل في هذاك الليل ديال لا سيسيل، ومنين جات المافيا ديال كوزا نوسترا دارت الضل على الحكومه ديال الطاليان في هذيك في الليل، دونك ولا عندها واحد لا بويسونس لي كي ديباس لا بويسونس ديال الدوله. دونك ولاو الفلاحه لا شي واحد شفرات ليه شي بقره ولا شي معزه ولا مشى ليه شي خاتم ديال النقره ولا شي حاجه، ما تيديرش الثقه في البوليس، تمشي ديريكتومون عند المافيوزو، حيت لمشى عند البوليس غادي يديروا ليه محضر كما اي دوله ديال المؤسسات، وهذاك المحضر غادي تخشى في شي تيروار، وتا شي نهار لقاو هذاك الشفار غادي بيتيت ما يمشيش للحبس ولا يمشي شهر، والسيد عمره ما ترجع ليه البقره ديالو ولا الخاتم ديالو. دونك بار كونت ني كانوا تيمشيو عند هذوك لي جروب ديال كوزا نوسترا تيجيبوا ليه في 24 ساعه البقره ديالو، وتيخلص واحد الثمن رخيص على هذاك الشيء اللي تشفر ليه، دونك تيولي ديما رابح في لافير، والمشكله تتارونجا في نهار ولا في يومين، على عكس البوليس اللي عمرها ما تتارونجا هذه القضيه. وهاد المساله هذه خلات الناس اللي ساكنين كلهم في هذيك الليل ولا سيرتو في السكان ديال كورليون يلتجؤوا للمافيا، ما يمشوش عند البوليس، ما بقاتش عندهم ثقه في البوليس، ما بقاتش عندهم ثقه في الحكومه ديالهم ولات هي كوزا نوسترا. ومن واحد الوقيته في هذيك الجزيره ما بقاتش شفره بار اكزومبل في كورليون وفي دي فيلاج بحال هكايا، كانوا بزاف الناس يمشوا لهم البقار وتمشوا لهم هذاك المواشي ديالهم، ما بقات حتى شي حاله وحده ديال الشفره تدار. وبالنسبه للشفار اللي كانوا تيشدوا كوزا نوسترا كانوا تيحيدوا لي هذيك البقره اللي شفر وتعطيوها للضحيه وتيقولوا لي عمرك ما تبقاش تشفر هذه البقره هذه ولا عاودتي درتيها غادي تموت. ودونك كانوا بزاف ديال الشفاره ايزون با بري سا او سيريو، يعني بات لهم حاجه كيفاش هادو يقتلوني على خاتم ولا على معزه ولا شي حاجه. ودازت واحد العام في كورليون كانوا البوليس كل نهار تيلقاو الجثث ديال بزاف الناس مخشين في سكان كحلين ملوحين حدا طارود الزبل، وني داروا لي زونكيت ديالهم عرفوا بالله هذوك الناس كلهم اللي مقتولين كانوا شفار. دونك اي شفار كان تيشفر المره الاولى وتتعطى انذار من كوزا نوسترا ملي تيعاودها كانوا تيلقاو ميت حتى اضطروا للزبل. ونهار على نهار تقوات كوزا نوسترا بزاف، ولاو داخلين في المشاكل ديال الناس، واخا شي مشاكل بسيطه، ما كاينش شي واحد عنده شي مشكله داخل دارو وما عارفهاش كوزا نوسترا، ولاو ميم تيجوجوا عباد الله، يعني المراه خاصها تجوج الا خاصها تكون فيرش، ولا كان شي واحد تيخرج مع شي وحده وتفلا عليها وما تجوجش بها كانت تجيبو كوزا نوسترا وتتجوجو صحة. دونك هنا تيبين لنا بلا هاد لورغانيزاسيون هادي ما كانتش تدير على الكريم، كانت تدخل ميم في الشؤون ديال الناس وفي الشؤون ديال العامة. وبالطريقة هادي
قل بزاف ديال الاجرام في الليل ديال سيسيليا، وهنا كاين واحد لا كونتراديكسيون كبيره بزاف، الاجرام قليل بزاف واللي شادين الحكم اكبر مجرمين في العالم. توتورينا تولد في كورليون كيما باه وكيما جدو، وخرج من المدرسه باقي صغير باش يخدم مع باه في الفلاحه. كانوا خدامين عطاشه كما تنقولوا في المغرب، يعني تيضرب تماره من الصباح حتى تغرب الشمس على قبل واحد الصالير صغير بزاف. كانوا ساكنين في واحد الدار صغيره كما كلهم الفقراء ديال كورليون في هذيك الوقيته، وما كانوا تيمتلكوا حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي تكتسبوها هو واحد الحمار، هو اللي كان مصدر الرزق ديالهم، تستعملوه وتسقوا به وتستعملوه في الفلاحه. واحد النهار طوطونينا كان راجع مع باه من الخدمه، هما يلقاو في واحد لوشون واحد لوبي هما هذوك القنبلات الصغار اللي كانوا تيستعملوا في الحرب العالميه. كانوا خلاوهم الامريكان ومشاو، كانوا تيتلقاو بزاف في لاسيسيل في هذه القنبلات هذو. وبات طوطونينا كانت عنده واحد المكحله كانت تستعملها للصيد، وكتماك في هذيك الوقيته ومع الفقر كانت صعيبه باش تشري هذيك لابودر ديال لي كارتوش، ودونك بات ليه في هذيك القنبله كانت فيها واحد 80 ولا 70 كيلو. وباه قال فراسو بلا فيها بزاف ديال البارود ولا لابودر لداخل ديالها، ودونك يقدر يريكوبيري بان كونتيتي كبيره ويستعملها بزاف في هذاك المكحله ديالو. هو يقول طوطورينا هزها في الكروسه ونديوها للدار. في العشيه باه غادي يجبد الماتيريال ويبغي يديمونتيها باش ياخذ لابودر اللي كاينه لداخل ديالها، واول مانيبيولاسيون غادي يدير غادي تفرقع هذيك القنبله. غادي يموت باه وغادي يموت خوه ويموت هذاك الحمار اللي هو كان مصدر الرزق ديالهم. وفي هذيك الوقيته امو كانت هي حامله باختو، دونك كان خاص راجل هو باقي صغير يصرف على هاد الفامي كامله. اول تصويره واقدم تصويره ديال طوطورينا تخدات في البوست ديال البوليس ديال كورليون، يلا كانت عنده 19 عام وكانوا جايبينه على جريمه قتل. في الكارتي اللي كان عايش فيه طوطورينا كان سميتو سان جوفاني، كان عنده شي مشاكل مع دراري صغار عندهم 19 عام في حاله. وواحد العشيه غادي يجي عنده واحد سميتو دي ماتيو كان كبر منه عنده 30 عام، وكان جا عنده باش يخلعو هو يبراكي بواحد اوتوماتيك. وطوطورينا بقى يشوف فيه برود الدم وغادي يجبد بيستولي وغادي يتيري فيه. غادي تكون اول مره للجورنال لوكال ديال كورليون غادي يدويو على طوطورينا، ولكن ما غاديش يجبدو سميتو، غادي يكتبو جوج فلاحه ضربوا بيناتهم، واحد مات وواحد مشى للحبس. اول كابو ديال المافيا ايطاليان اللي كانت في كورليون كان سميتو ميكيلي نافارا، دكتور ميكيلي نافارا كان ميدسان. سي بيزار تلقى ان ميدسان كابو ديال المافيا في وسط القتاله كاملين. هاد لا فامي ديال نافارا كانت مشهوره في كورليون، ديجا هذاك ميكيلي نافارا كان ديريكتور ديال لوبيتال ديال كورليون، وكان خوه كان واحد ميدسان معروف حتى هو، وكانوا عنده جوج خوت اخرين، واحد خدام في الكونسي مينيسيبال ديال لا فيل، وواحد كان عنده واحد الشركه ديال ترونسبور كبيره بزاف اللي هي تجاري ترونسبور كامل في ديك لا ريجيون. دونك الكنيه ديال نافارا كانت مشهوره بزاف. الحاجه الوحيده اللي خلات هذاك الميدسان يولي كابو دي توتي في هذاك الفيلاج ديال كورليون، وهذاك الفيلاج كان عامر بالقتاله ودي مافيوزو، يعني بان ميدسان بلاصتو ما كاينينش في وسط لي مافيوزو. هي تعرف على واحد سميتو ليتشان ليديو، ما عرفتش واش نطقتها مزيان، يسمحوا لنا الاخوه اللي تتفرجوا لنا من الطاليان. ليتشانو ليديو فوالا، دونك لا نطقنا خايبه مسحوا لي في التعاليق. دونك هاد ليديو هذا كان قتال وباقي صغير، عنده ابين 19 وقاتل بزاف ديال عباد الله، وكلشي تيخاف منه وكلشي تيحترمه. دونك هذاك لو دكتور نافارا اللي نحت ليديو بجنبه كلشي ولا تيخاف منه وتعطيو هذاك الريسبي ديال المافيوزو ماشي الريسبي ديال المدير ديال الاوبيتال. وسيرتو هذاك ليديو واخا كانت عندها 19 عام كان واحد الدري طموح باغي يدير الكارير ديالو في المافيا،
دونك اللي كان يوقف قدامه تيصفى عليه. في 1958 هذاك ليجيو ولاو عنده مسؤوليات كبار في وسط المافيا ديال كورليون، كلشي تيعرفو كلشي تيخاف منه. وهذاك دكتور نافارا ما كان تيشوفو حتى شي واحد، كلهم لي مافيوزو كانوا تيتريتيو مع هذاك ليجيو. وبقى تيكبر في ليزاشلون ديال المافيا حتى لواحد الساعة ولا تيخمم باش ياخذ الكرسي ديال الكابو. وكما تتعرفوا في كوزا نوسترا ولا في اي اورغانيزاسيون تيكون كرسي واحد ديال الكابو، وهذيك الساعة كان جالس فيه دكتور نافارا. وكما قلت لكم عاوتاني في الاول، هذاك ليجيو اي حاجة تتوقف في الكارير ديالو باش يطلع في ليزاشلون ديال المافيا تيحيدها من قدامه. دونك اوتوماتيكمون ما غاديش يعقل على الكابو ديالو دكتور نافارا. من هذاك النهار ليجيو ولا هو الشاف ديال المافيا ديال كورليون. وكما دار هذاك دكتور نافارا مع ليجيو، ليجيو دار لا ميم شوز، حتى هو جاب دو سولدا دي زوم دو كونفيونس حطهم بجنبو. ملي تبدلت الاداره ديال المافيا ولات كورليون فحال شي مقبره كبيره، كل صباح الناس يلقاو بزاف ديال الجوتات مليوحين. وهذا ناتج حيت منين شد ليجيو الحكم تقسمت المافيا لدو كلون. كاين لو كلون ديال ليجيو لي في توتورينا بروفانزانو، وكاين لو كلون ديال لي فيدال ديال الدكتور نافارا اللي قتلوا ليجيو. ودونك هذوك لي فيدال ما بغاوش ليجيو يولي هو الكابو دي توتي. وهذاك الصراع اللي طرا بين هذوك لي دو كلون ماتوا فيه 52 واحد، كلهم ماتوا من لو كلون ديال الدكتور نافارا اللي كان مات. دونك 52 واحد تعتبر واحد لو شيفر كبير بالنسبة لفيلا صغير فحال كورليون. وغير سالة هاد الحرب ولا هاد الصراع على الحكم، هو تهز لا ريبيتاسيون ديال ليجيو ولا التريو كامل ديال ليجيو اللي فيه توتورينا وفيه بروفونزانو، كلشي ولا تيضرب لهم الحساب. وكانوا عارفينهم ملي متيهضروش مع عباد الله، عندهم جوج حوايج، يا معانا يا ضدنا، ولا كنتي ضدنا خاصك تموت. دونك شدوا الحكم صحاف هاديك كورليون. هاد الحرب الصغيرة ديال هاد لي دو كلون غادي تانتيريسيو لها الصحافة، غيبداو يكتبوا عليها، وسيرتو الصحافة ديال باليرمو. واحد النهار واحد لو جورنال غادي يخرج سميتو الجورنال لوغا، غيخرج واحد الارتيكل ودارين تصويرة كبيرة ديال ليجيو، وواصفينو بواحد الوحش دموي سون بيتي تيقتل أي واحد تيوقف قدام لاكارير ديالو. وغادي تكون أول أتونتا غادي تنظمها المافيا على شي مؤسسة علمومية. غادي يصيفطو لهداك الجورنال واحد لافواتور بالي، فواتور عامرة بلي زيكسبوزيف، وغادي يدخلوا يفرقوا هذاك الجورنال كامل. وهذيك الساعة عاوتاني أول مرة السمية ديال توتورينا غاتكتب كبيرة في واحد الجورنال، وكاتبين عليه توتورينا القتال ديال ليجيو. في 1958 ملي مات هذاك دكتور نافارا وشد ليجيو الحكم، توتورينا تبدلت الشخصية ديالو ب 180 دوغري، ولا مافيوزو ديال بصح. سافري ما كانوش عنده مشاكل في الاجرام ملي كان باقي صغير، ولكن خدا لي كود ديال المافيا ولا تعرف المافيا كيفاش خدامه. وتا هو كان عنده اطماع شي نهار يريح في الكرسي ديال كابو دي توتي. هذا الفيديو اللي تندير لكم اليوم هو ملخص ديال واحد الفيديو شفتو في ارتي تيدوي على توتورينا وعلى المافيا في كورليون كيفاش تطورات. وكانوا البولي جابوا واحد مافيوزو ساكن في كورليون وقالوا لي علاش بغيتي تولي مافيوزي، انت عارف بلا كلهم اللي مافيوزو تيموتوا وني تيعيشوا كبار تيدوزوا الحبس حياتهم كامله. هو يقول لهم الحاجه الوحيده اللي خلاتني نولي مافيوزي هي ني تندوز في الفيلاج ديالي ما تيسلم عليا حتى شي واحد، وني تندوز قدام واحد الجروب ديال عباد الله تيشوفوا فيا بحال انفيزيبل بحال ما كاينش. وقال لهم منين وليت مافيوزي ولا كلشي تيضرب ليا الف حساب، ولات سميتي والسميه ديال لا فامي ديالي معروفه ومشهوره. دونك هاد لي مافيوزو كاملين ديال كورليون بالنسبه لهم اللي تيخدموا في المافيا فحال ركبوا في واحد لاسونسور سوسيال تيطلعك بالزربه في القمه، تيولي كلشي تيضرب لك الف حساب. وعاد تولي افرونشي مع كوزا نوسترا تتولي عندك واحد لو ستاتيو ديال الام دونور. بون هاد الام دونور ما كايناش في شي قاموس، ولكن كاينه في القاموس ديال سيسيليا ديال سيرتو ديال كورليون. يعني انت تكون ان ام دونور ما خاصش شي واحد يعيرك ولا يوخم ورا ظهرك ولا شي حاجه، حيت لا عيرك تيموت.
وثاني حاجه الا كانت عندك اختك ولا بنتك ما يقدر حتى شي واحد يخرج معاه الا خاصو يجي عندك للقهوه ويطلب الاذن ديالك باش يتزوج بها ولا خرج معاها ولا هضر معاها تيموت. دونك في خلاصه القول ني تتولي مافيوزي وانوم دونور تتولي عندك في الفيلاج ديالك ولا البلاصه اللي ساكن فيها واحد القداسه. وعلى ذكر هذه الكلمه ديال لوم دونور هاد الشخصيات بحال توتورينا ولا بروفانزانو ولا ليجيو كان يقدروا يمشيو يهربوا لامريكا لاتين ولا يمشيو يهربوا الامريكان ولا يمشيو لاسترالي وكان عندهم الفلوس ويعيشوا حياتهم عاديه. نار شدهم في سيسيليا حيت عندهم هاد القداسه هذا الا مشى هرب لشي بلاد اخرى غادي يمشي هذاك الشيء كامل اللي خدم عليه حياته كامله واخا عنده الفلوس ما يعبروا حتى شي واحد ويرجع لهذاك لا سيتوياسيون اللي كان فيها في الفيلاج ديالو ما كان تيسلم عليه حتى شي واحد. داكشي علاش واخا كانوا قاتلين اكثر من المئات ديال الناس كانوا عارفين البوليس يقلبوا عليهم وجايبين لهم دي بريغاد من ميلانو يعني سي اون افير سيريوز تيبقاو في هذيك ديال كورليون حيت هما تيقلبوا على حاجه وحده على داك لاسونسور سوسيال اللي تيطلعهم في القمه ديال لا بيراميد سوسيال ديال كورليون. توتورينا غادي يشارك في هذيك المجزره اللي عاودت لكم ماتوا فيها 52 واحد كانوا من الكلون ديال دكتور نافارا وما كانوش باغين يعطيو البيعه ديالهم للكابو جديد اللي هو ليديو. وهاد المساله كما قلت لكم في الاول حركات دي جورنو من باليرمو وسيرتو حركات دي زونكيت وجاو دي زونكيتور من ميلون وكانوا تيقلبوا على داك التريو ديال توتورينا وليديو بروفانزانو وبقاو هربانين بوندون واحد العام ولا عامين حتى لواحد النهار توتورينا غادي يكون في السونتر ديال كوريون وغادي يوقفوا لي دو زاجون غيطلبوا منو لاكارت ديدونتيتي ديالو. غادي يجبد لاكارت ديدونتيتي ديالو ويعطيهم فيها واحد السميه جيوفاني غراندي وغادي يقول لي غتمشي معنا البوست باش نتحققوا منها. دونك غادي يديروا الاجراءات ديالهم في البوست واللي غيبغيو يتلقوه كان واحد الكوميسار تماك هو يشوفو ويعرفو بلي هو توتورينا ومن تماك غادي يصيفطو ديريكتومون لابريزون ديال باليرمو. هذاك الحبس ديال باليرمو كان سميتو ليتشاردوني كانوا تعيطوا عليه الكرون توتيل حيت ديجا لي مافيوزو ديال سيسيليا كاملين مجموعين فيه وعايشين واحد الحياه ديال الثراء لداخل. دوت لي فاسون سموا عليه الكرون توتيل حيت كلهم هذوك لي ريستورون الكبار اللي كاينين في باليرمو ولا لي تريتور تيجيو بالليل يديروا الصف باش يليفروا الماكله ديالهم. هذوك لي مافيوزو كاملين ما كانوش ياكلوا الماكله ديال الحبس ومن تماك توتورينا يدخل المره الثانيه للحبس ولكن الدخله هذه ما كانتش كما الدخله الاولى ديال 19 عام. هاد المرة داخل بسمية كبيرة كلشي تيعرفو كلشي تيحتارمو داخل واحد الدخلة ديال الكابوات. الإخوة الأخوات السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير. أول حاجة تحية كبيرة للمتتبعين الجدد يلا التحقوا بالقناة ديالي وتنقول لكم شكرا على حسن المتابعة وتحية بيان سور للناس اللي متابعينا من أول فيديو. كما عرفتوا اليوم غادي ندويو على آخر حلقة تكون الحلقة 3 ديال القصة في المافيا في سيسيليا وخاصة في الشخصية ديال توتورينا. قبل الإخوان ما نبداو الفيديو بغيت نحل واحد القوس صغير حتى نقول واحد الكلمة غادي تعاود بزاف هاد الحلقة 3 وبغيت الناس اللي ما تهتموش بزاف بالشان ديال المافيا ولا ما عندهمش واحد الدرايه في هاد الشيء ديال المافيا يعرفوني علاش هضرني غادي نجبدها. هاد السميه هي لا كوميسيون ولا لا كوبولا. في 1931 كان واحد المافيوزو مشهور بزاف طالياني سميتو لوكي لوتشيانو كان عايش في الميريكان وهو الاول اللي اسس المنظمه اللي سماها لا كوبولا. الهدف من هاد المنظمة هادي أول حاجة يحيد هادوك الصراعات بين لي فامي اللي كانوا حاكمين في الميريكان. كل ما دوك لي فامي اللي كانوا هاجروا من الطليان ومشاو الميريكان كل فامي شدات دي كارتي ولا شدات دي زون وداروا المافيا ديالهم. ودوك ني كانوا لي زانتيري ديالهم تيتلاقاو في شي بيزنس ولا شي حاجة وما تيتفاهموش كانوا تيتقاتلوا بعضياتهم. دوك شنو دار لوكي لوتشيانو في 1931 دار واحد المنظمة جمع فيها هادوك لي فامي المعروفين كاملين ديال المافيا ديال الطليان وكانوا تيديروا اجتماعات جوج مرات وثلاثه المرات في العام باش يحلوا المشاكل ديالهم بلا ما يدوزوا من القرطاس ولا القتيله بعضياتهم حيت هاد المسائل ديال القتيله تجيب الاف بي اي والبوليس والبيزنس ديالهم تتعطل. دونك همايا كانوا بغاو يطوروا في هاد المافيا وبغاو يخليوها واحد المافيا تجيب الاعاقه كما قلت في قصتي مع المافيا بالنسبه للناس المتبعيني خاص الموريات ديما بقاو يدوروا. دونك هاد المنظمه ديال لا كوميسيون كان الهدف ديالها يحلوا النزاعات بين لي فامي وفي هذيك لا كوبولا كانوا تيعينوا دي
ديما واحد الكابو اللي تيكون مسير ديال الاجتماعات، دونك ما تيكونش هو واحد الكابو دي توتي اللي تيحكم في هذوك الفاميلات كاملين، تيسير على الجلسات ديالهم اللي كانوا تيداروا جوج ولا ثلاثه المرات في العام. وبالنسبه للرئاسه كانوا تياخذوا كابو من عند شي فامي وتيحطوه تما كرئيس ديال هذوك لي غينيو، وتبقى 5 سنين ولا 6 سنين ولا تشد كاع في الحبس ياخذوا رئيس اخر من الانفامي اخرى. ودوك اول واحد تراس هاد لا كوبولا كان هو لوكيلوتشيانو، وكان اول اجتماع في اتلانتيك سيتي. ومن بعده جا فيتو جينوفيزي، كارلو غامبينو، بول كاستيلانو، وهاد الناس هادو كاملين اللي تراسوا وخلاو البصمه ديالهم وسميتهم بقاو معروفين عبر التاريخ ديال المافيا. دوك ماتون فهمنا هاد لا كوميسيون ولا لا كوبولا اش تعني، غادي ندوزو لتوتورينا لشيشيليا. توتورينا غادي يدوز 6 سنين ديال الحبس، ومن يخرج من بعد بعام ولا بشي عام ونص غادي يشدو لوتشيانو ليجيو اللي كان الكابو ديالو، كانوا متابعينو على بزاف ديال لي مورت، ودونك كان غادي ياخد المؤبد. غادي يشدو في واحد لابارتمون في ميلو كان عايش فيها هو ومرتو وبنته الصغيره، وكان عايش بواحد لافوس ايدونتيتي، يعني بالنسبه للبوليس واخا يديروا اينوكيت صعيبه باش يلقاو. بالنسبه للو سيركل ديال لوتشيانو ليجيو كانوا تيقولوا توتورينا هو اللي عطاه، ولا هو اللي سهل المأمورية للبوليس باش يلقاوه. دو تلي فاسون هذاك لوتشيانو ليجيو كما تشوفوا في التصويره نهار غادي يشدو غادي يبان ضاحك بالنسبه للصحافه، وكان عارف راسو غادي يخرج وداكشي. وهذوك لي جوج اللي كانوا في كوريون كانوا تيخافوا بزاف ملي تيشدو شي واحد واخا يكون قاتل بزاف ديال الناس، ما كانوش يعطيو شي عقوبات كبيره، ولكن غادي يتفاجأ لو جوج غادي يطحنوا بالمؤبد. ومن هذيك الساعه السميه ديال لوتشيانو ليجيو ما غاديش تبقى تجبد في التاريخ ديال المافيا، حيت غادي يدخلوا للحبس ويحطوه في واحد العزله وسميتو ما غاديش تبقى تسمع. دونك بزاف الناس شكوا بلا توتورينا هو اللي كان نظم هادشي كامل باش يتشد، حتى الطريقه اللي تشد بها داك ليتشيو صعيبه بزاف، والبوليس ما كان عندهم حتى شي دوسي عليه ولا فين كاين ولا شي تحريات كانت مديوره عليه. اوتوماتيكمون دونك توتورينا غادي يولي هو الكابو ديال توتي ديال كورليون، ودونك من بعد شهرين يولي كابو ديال توتي في كورليون، غادي تعيط عليه هذيك لا كوبال ولا كوميسيون باش يشد البلاصه ديال ليجيو باش تا هو تكون عنده الكلمه اوطون كو كابو. هذيك لا كوميسيون كما شرحت لكم في الاول غادا بنفس السيروره ديال لا كوميسيون اللي كاينه في الامريكان، الهدف ديالهم الوحيد هما ما يحتكوش مع البوليس ولا مع الحكومه، هما باغيين يديروا على البيزنس ديالهم. وهاد لي فامي كاملين اللي كانوا في هاد لا كوبول هادي ني تنفكروا في لاكتيفيتي ديالهم بان بالزربه تمشي لهداك الشيء البيزنس ديال البيضاء وهداك الشيء الممنوعات. هما كانوا عندهم شركات عاديين، سفري كانوا خدامين في الترافيك ديال البيضاء، ولكن كانوا عندهم شركات عاديين وربحوا منهم بزاف ديال الفلوس. على سبيل المثال كاينين لي مارشي بوبليك ني كانت الدولة تتبغي بار اكزومبل تبني شي 20 موبل تنعطي مثال، ودونك الدولة خاصها تعزل شكون اشم شركة تاخذ المارشي، واي شركة تاخذ المارشي تتربح فيه بزاف ديال الفلوس. دونك المافيا كان عندها شركات بحال هكايا وكانوا تيدخلوا الصحة وتياخذوا هذاك المارشي صحة، دونك لو بلو غرو ديال الفلوس ديالهم يكون جاي من هاد لي مارشي بوبليك على الممنوعات اللي كانوا تيبيعوا. دونك هاد المنظمة ديال لا كوبول كانت ما باغاش يكون عندها احتكاك مع الدولة، ما باغاش تدخل من مشاكل مع الدولة، ما بغاش تقتل هذوك لي غرادي اللي كاينين في البوليس، ما بغاش تقتل لي جوج، ما بغاش تقتل والو. هما تيديروا البيزنس ديالهم وما تيخليوش لا تراس، والدوله ما عندهاش دوسي عليهم ولكن عارفهم بلا كاينين، وكل واحد فيهم لاقي الهنا ديالو. دونك ني جا توتورينا ودخلوه كعضو لهاد لا كوبولا رول لهم هذاك الشيء كامل. هو واحد الانسان ما تيامنش بهذاك الشيء ديال البيزنس والهضره، هو تيامن بالقتيله، تيقول فراسو الا قتلتي بزاف الناس بزاف الناس غادي يحترموك وغادي يركعوا ليك. داير هو كان دار تربى مع هذاك لوتشيانو ليجيو، وتا هو كان دموي في حال توتورينا، دونك عنده الحل الوحيد ديالو هو الخوف. داير هذه المساله هذه كان باغي يطبقها على الدوله حتى مشات ليه مع عباد الله وكانوا تيخافوا منه. داير ني كان تيموت شي بوليسي ولا شي حاجه وتيجيو الكوريون الصحافه يسولوا عباد الله، حتى شي واحد كاع ما تيبغي كاع يسمع اسميه ديال توتورينا ولا اسميه ديال كوزا نوسترا ولا اسميه ديال المافيا، الناس يتهربوا من السؤال. ديره كومونالي ecco noi stiamo facendo un'inchiesta sull'esecuzione del colonnello russo che è avvenuta a pochi chilometri da qui. Venga assessore. Noi stiamo organizzando, stiamo discutendo il caso del colonnello russo, la cui esecuzione è avvenuta a pochi chilometri da qui. Dottor Torino, c'è un tipo di genio dell'Adama.
كان قال فراسو الناس يخافوا مني، دونك الدوله حتى هي تقدر تخاف مني ونقدر نركعها على ركبيها. وكيفاش بغى يركع على ركبيها؟ كما تتعرفوا الاخوان بلا توتورينا كان هربان واحد 45 عام، يعني السلطات تتقلب عليه 45 عام، ولا شدوه غادي يديروا ليه بحال كابو الاخر، يعني غادي يدخلوه للحبس، حيت كانت تبتات عليه بلا قتل بزاف ديال الناس، وهادشي غنشرحوا من بعد. دونك شنو قال توتورينا؟ قال انايا بغيت الدوله تفاوض معايا، والحاجه الوحيده اللي تخلي الدوله تفاوض معايا هي نقتل لهم بزاف ديال الناس وندير لهم دي زاتونطا. وكان بدا بهذاك لو جيج فالكوني والجيج بورسالينو وبدات ينوض لهم بزاف ديال لي زاتونطا للمافيا. هذيك الساعه في العدد ديالها ما كانتش دير هذاك النوع ديال لي زيكسبلوزيون وهذيك الروينه كامله. وخير دليل على هذه الهضره اللي تنقول هي كيفاش واحد تتقلبوا عليه السلطات 45 عام وما تيقلبوا عليه السلطات، وعارف لا شدوه غادي يدخلوا للحبس حيت كانوا تبتات عليه بزاف ديال الاقتلالات، وكان تيبني واحد الفيلا في كورليون، هي البلاصه اللي حط رجليه في كورليون غادي يشدوه في لي دي مينوت، وكان تيبني فيلا على خاطرو. وداكشي كان عارف راسو بلا واحد النهار غادي يكون واحد الراجل حر طليق. داكشي علاش قتل هذاك لو جوج فالكوني وجوج بورسالينو، كان تيتسنى حاجه واحده تفاوض مع الدوله، وكانت اكبر غلطه دارها في حياته. هاد المشاكل كامله اللي كانت تنوض توتورينا مع البوليس مع لي مافيوزو والقتيلات غادي يحركوا واحد التساؤلات كبيره في هذاك الكونساي ديال لا كوبولا. واحد النهار يكونوا مجموعين وينوض واحد سميتو ستيفانو بونتادي ويقول لهم انا نحل لكم المشكل ديال توتورينا، غادي نعيطوا عليه لهذا الاجتماع كما العاده، وغادي نوض حتى لعندو وغادي نجبد فردي وغادي نلصق لي قرطاس هنا. دونك تنطلب منكم نتوما الكونساي واش قابلين لهاد اللعيبه ولا لا، ولا عطوني لافال، كان تيتسنى الموافقه. دونك غينوض واحد المافيوزو مشهور سميتو توتوتشو انزيريلو، غادي يزيد ويقول لي انا محالفك الراي ديالك. هذاك ستيفانو بونتادي ما كانش عنده الزهر، لان فوس هذاك المجمع كان واحد الجاسوس محطوط تماك. توتورينا واخا ما كانش قاري بزاف، ولكن هذا الشيء ديال المافيا وديال لا كونفيونس كان تيفهم فيه بزاف، اي بلاصه تيمشي فيها تيزرع فيها الناس ديالو بارسو. دونك هذاك الجاسوس غادي يجي عند توتورينا وغادي يقول ليه بلا راه الكونسي باغي يقتلك، وسيرتو كاين واحد سميتو انزاريلو هما اللي عطاو هذه الفكره هذه. دونك توتورينا كما تتعرفوا عنده واحد الكاركتير دموي بزاف، ما عطلش هذاك ستيفانو بونزادي قتلو في البلاصه. بغيت نحل واحد القوس بلا توتورينا كانوا عنده بزاف ديال لي زابارتومون في باليرمو، وهذوك لي زابارتومون كان تيسكن فيهم كل ابارتومون ربعه ديال القتاله ولا خمسه ديال القتاله، تيبقاو النهار كامل في هذاك الابارتومون واكلين شاربين وما تيديروا حتى شي حاجه، عاد تيجيهم التليفون تينزلوا تيهزوا الطوموبيله تيعطيهم ادريسه وسميه تيمشيو يقتلوا شي واحد وترجعوا يروحوا في هذيك الدار. ودونك كانوا عنده شي اربعه ولا خمسه ديال لي زابارتومون فيهم لي زيكيب ديال القتاله ديالو. داكشي علاش اي كريم كان تيدير ليكزيكيسيون ديالو كانت تدار بواحد الزربه. دونك اون فوا جاتو لافورماسيون بلا هذاك ستيفانو بونزادي باغي يقتلو صيفط ليه اون ايكيب سالات معاه. وبالنسبه لهذاك الكابو الاخر اللي سميتو توتوتشو انزاريلو كان خاصو يقتلو، ولكن كان واحد الكابو تيخرج مع بزاف ديال لي غارد كور، دونك كانوا عنده مشاكل كيفاش يقدر يقتلو، وتا لا بغى يقتلو بلي زيكيب ديالو كان غادي نوض حرب بيناتهم. ودونك بقاو قانين عليه بزاف تعاقد طاحو ليه في البوان فيبل ديالو. هذاك انزاريلو كان تيمشي مره وحده في السيمانه لعند واحد صاحبته، وخاصكم تعرفوا لو كونتيكست ديال المافيا الايطاليان، ني تكون مجوج وعندك الاولاد وان نوم دونور كما شرحتها في حلقه جوج، ما خاصش تكون عندك واحد لا ميتريس ولا تكون عندك شي صاحبتك، خاص تكون واحد ان نوم دونور عندك مرتك، لا فاميليا هي الاولى ولا فاميليا الثانيه هي اللي هي المافيا. ودونك كان تيمشي بوحدو ما تيدي مع لي غارد كور لا والو باش ما يشوفو حتى شي واحد. وهذه المساله هذه عاقوا بها دوك الجواسيس ديال توتورينا وجابوا ليه الاخبار. ودونك بقاو تيتسناو في هذاك الباتيمون تخرج من عند ديك صاحبته كما العاده كلاشنيكوف اللي هضرات وجابوه للارض. دونك هذوك لي فامي كاملين اللي كانوا اعضاء في هذيك لا كوميسيون ولا لا كوبولا كانوا عرفوا بلا توتورينا كان زارع واحد الجاسوس. ودونك فوسط هاد لو سيلونس ولا هاد الصمت هذا غادي نوض ولد هذاك انزيريلو وقال لهم غادي ياخذ التار ديال باه وغادي يقتل توتورينا، واوتوماتيكمون توتورينا غادي يقتلو بواحد الطريقه وحشيه. وتيبان ليا تانسبيراو منها بزاف ديال الافلام هاد الطريقه اللي شرح لكم دابايا. كان عطى لا ميسيون لهذوك القتاله ديالو باش يقتلوه بشي طريقه وحشيه. شنو داروا؟ كانوا عندهم واحد لي فيرم ديال لي كوشون ديال الخنازير، ودونك خلاو هذوك لي كوشون واحد 4 ايام ولا 5 ايام ما كلاوش شبعوا بالجوع. دونك مشاو اختطفوا هذاك ولد انزاريلو وداو لهذيك المزرعه اللي فيها لي كوشون وقطعوا ليه يديه وهو باقي حي ولحوا ليه يديه قدام لي كوشون وقالوا ليه واش بهاد اليد هادي باغي تقتل توتورينا، وتا شاف يديه تكالت كامله عاد لاحوا لي كوشون. دونك هذا كان واحد لور ديال توتورينا قال لهم خاصكم بغيتو يموت بواحد الطريقه خايبه، وهذا تيعني بلا
بسيدي اللي ديرونجي ان بو فراسو وعنده واحد الطرق كان يقدر يخسر عليه غير قرطلاصة، ولكن بغى المود ديالو تكون بواحد الطريقه فحال هكا. وهاد المساله هادي شفتها بزاف ديال الافلام، ودونك ما كنتش عارف بلي جات في تدرت هاد الحلقه هادي ودرت ابحاث، عاد عرفتها جات بلي من هاد البيرسوناج ديال توتو تشو انزاريلو. وهاد لي زيفينمون وهاد الاقتلات اللي دار توتورينا نوضت واحد الحرب ثانيه كما شرحت لكم في الحلقه الاولى. كانت الحرب الاولى ديال المافيا بين هذوك لي فيديال ديال نافارا وبين لي تروب ديال لوتشيانو ليجيو. فهاد الحرب الثانيه هادي ما كانوش باغيين هذوك لي فامي ديال لاكوبول يخوضوها مع توتورينا، ولكن توتورينا بزز عليهم، بدا تيقتل في هذوك لي مومبر ديال لا كوميسيون، ودونك قتل منهم بزاف. وكان واحد زقل ليه سميتو بوتشيتا، ودونك هاد بوتشيتا هادو عقلوا على السميه ديالو، حيت في المافيا ديال ايطاليا سميتو بقات متورخه، حيت هو السبب اللي غادي تشدو فيه 475 مافيوزي ديال شيشيليا، يعني واحد 80% ديال لي كابو كاملين ديال شيشيليا ومنهم توتورينا بسبب ديالو. هذوك لي كابو كانوا عايشين حرين طالقين، حيت الدوله عارفاهم بلا هما يا دي كابو دو مافيا، ولكن ما عندهمش عليهم واحد الحجه. كما تعرفوا الطاليان كانت واحد الدوله فحال فرنسا فحال الانجليز، لما عندهم تيدخلوا الناس بالحجه واخا تيعرفوك مافيوزي. دونك هاد بوتشيتا هذا توتورينا كان باغي يقتلو، حيت كان من هذوك الناس اللي كاينين في الكونسي، ولكن بوتشيتا كان هرب للبرازيل، وما كانش هرب حيت كان خايف من توتورينا، كان هرب حيت كانوا باغيين يشدوه البوليس وكانوا غيضربوه بالمؤبد. لقاو عليه دوسي بلا قاتل واحد ثلاثه ديال الناس، دونك مشى هرب للبرازيل. توتورينا تفقس بزاف وكان فريمون من هذوك لي سيبل ديالو اللي كان باغي يقتل، وشنو دار؟ قتل ليه لا فامي ديالو كامله، ولا فامي ديالو دي كامله ما عندهم حتى علاقه مع المافيا، عنده واحد ولد اختو وخوه ما عندهم حتى شي علاقه بعاد على المافيا. هاد توماسو بوتشيتا غادي يشدو السلطات على البرازيل، ودونك غادي يقدموا السلطه ديال طاليان، وني كانوا جايبينو كان عارف راسو غادي يموت لجال طاليان، وما كانش عنده القدره او نيفو دي زارمومون وداكشي باش يافرونتي توتورينا، لان كانت عنده دي تروب واعرين. وعاد تحت رجليك واخا تكون في الحبس ولا تكون في سيفيل، غادي داك عندك مشكل مع توتورينا خاصك تموت. هاد بوتشيتا غير غيحط رجليه في لو سول ديال شيشيليا، غادي يقول لهم بغيت نهضر مع شي جوج، بغيت نعاود لكم كلشي، الخبايا ديال كوزانوسترا ديال المافيا ديال شيشيليا كامله، السميه ديال كابوات لي ليف ذا كونت، كلشي. ميم عطاهم السميات ديال لاكوبول ديال لا كوميسيون ديال الاعضاء كاملين اللي تيجيو ليها. ودونك الدوله ديال ايطاليا غادي تقدم ليه دو جوج اللي كانوا معروفين في القضايا ديال المافيا، هما لو جوج فالكوني ولو جوج بورسيلينو. دونك بديت الفيديو ديالي كيفاش ماتوا، دونك هذه هي الطريقه كيفاش غيموتوا هاد لي دو جوج. بهذوك لي زانفورماسيون اللي عطاهم غادي هذوك لي جوج غادي يحلوا الماكسي بروسي، سموه الماكسي بروسي حيت هو اكبر بروسي كاين واقيلا في ليستوار ديال ايطاليا كامله. تحكموا فيه 475 مافيوزي، منهم دي كابو ومنهم قتاله توت كاتيجوري كونفوندي، والوحيد اللي ما كانش في هذاك البروسي هو توتورينا، حيت كانوا هذيك الساعه غابر وما عارفينوش فين كاين. هذاك الحكم ديال 475 مافيوزي بقى تيتسنى 6 شهور عاد دوزوهم للمحكمه. علاش؟ حيت هذيك الساعه كانوا بزاف ديال المشاكل. فوس باليرمو كاين هذاك لو بالي جوستيس اللي يقدر يهز 475 واحد بالمحامين ديالهم بالصحافه بالجوري، ولكن الحيوطه ديالو ما كانوش بلاندي، يعني الا كان جاو شي اون ايكيب دانترفونسيون بلي لونس روكيت يقدروا يهرسوا الحيوطه ويخرجوا هذوك، والمافيا كانت قاده على كل شيء. دونك هما وجدوا هذاك الشيء من الاول وخداو الوقت ديالهم باش يفكروا كيفاش يحاكموا هاد 475 واحد. ودونك كانت احسن فكره هما يبنيو واحد البالي جوستيس ولا قاعه اللي يحكموا فيها على 475 واحد تكون لاصقه مع هذاك الحبس اللي تشاردوني. دونك هاد المساله هادي خدات لهم 6 شهور، عيطوا على بزاف ديال الشركات ديال البني صوبوا لهم هذوك الحيوطه بلاندي، ودونك ني كانت تجيبوا هذوك 475 مافيوزو بلا ما تهزو مرا في طوموبيلات لا والو، تيدوزو في واحد لو تونيل من الحبس ديالهم وتيدخلوهم ديريكتوم لهذاك البالي جوستيس، و اون بليس اللي تي بلاندي و تول موند كان اون سيكوريتي. هذاك البالي جوستيس الجديد اللي صوبو في الشهور الى يومنا هذا مسمين عليه لو تريبينال بانكر، حيت لي بانكر بحال هذوك لي بانكر ديال الحرب العالمية الثانية ما تدي من والو ان لونس روكيت. ودونك نهار الحكم لو جوج غادي يعطي 2665 عام ديال الحبس ل 475 مافيوزي، دونك بزاف ديال لي كابو غادي ياخذوا المؤبد، وهذوك اللي بتيت ما ولا اللي خدامين قتاله ولا شي حاجه هياخذوا بين 15 حتى 20 عام. وبيان سور توتورينا غادي يحكموا عليه توا بالمؤبد، ولكن يحكموا عليه غيابيا. كلهم هذوك لي كروس تيت ديال المافيا ديال سيسيليا كانوا تيتسناو غادي يخرجوا بالبراءه،
كانوا تيتسناو لا كاساسيون، يعني كانت غدوز واحد محكمه اخرى غادي تدوز في روما، ومن بعدها غيكون واحد الحكم نهائي. تطورينا بين الحكم الاول اللي كان في باليرمو والحكم اللي ديال لا كاساسيون اللي كان في روما، ما دار حتى شي اتونتا، كان تيتسنى كما لي زوت مافيوزو، كان طامع ياخذ البراءه. وكان عندهم في روما واحد لو جوج اللي كان ياخذ القضيه، كان متضامن شويه مع المافيا، ولا حط يدي مع المافيا، ولا ضغط عليه المافيا، دونك كانوا معولين عليه يقدر يخفف هذوك المده السجنيه، ولا يقدر يخرجهم كاملين براءه. دونك سكي سي باسي، هذاك جوج فالكوني فهم لافير ودوا مع لا كوميسيون ديال لي جوج، وبدلوا لي جوج، وجابوا واحد لو جوج ما عنده حتى علاقه مع لي زافر ديال المافيا، وبيان سور ما دار حتى شي حاجه ايد هذاك الحكم اللي جا في الاول من التريبينال ديال باليرمو، وخداو كلهم المؤبد. دونك هنايا غادي نشوفوا توتورينا الوجه الحقيقي ديالو، غادي يرجع لهذاك الجنون العظمه اللي دويت لكم عليه، وقال غادي نقتل هذوك جوج ابطال اللي الطاليان كامله دابا تتهتس بهم. هما كانوا هما لو جوج فالكوني ولو جوج بورسالينو، حيت هما اللي على حساب الشعب ديال الطاليان هما اللي طيحوا المافيا ديال سيسيليا. ودونك على هذا السبب هذا فين كيفاش بديت الفيديو ديالي، وباش شرحت كيفاش ماتوا، واحد فرقعوا في القنطره ديال اللي غادا لايروبور، وواحد قتلوا في السونتر ديال باليرمو. ودونك الموت ديال هاد لي دو جوج هادو غادي ينوضوا واحد الضجه في الطاليان بزاف، كلشي تيهضر على هاد لافير هادي. ودونك الدوله غادي دير لي مويان كاملين باش يشدوا توتورينا، وكما بينت في اول حلقه ديال الفيديو شرحت فيها كيفاش شدوه، ولكن اللي نداوه لو بالي جوستيس باش يحكموه، كانوا بزاف ديال التساؤلات اللي بقاو بدون اجوبه. اول حاجه لان كانت الكاميرا كما بينت في الحلقه الاولى تيتسناو توتورينا، كان غادي للخدمه، والخدمه هي غادي لا كوميسيون ولا لا كوبول، كانت واحد لا كوبول جديده، فا دي مومبر ما تشدوش مع كوزانوسرا، ودي مومبر جداد. دونك علاش هذوك البوليس ما تبعوش تيمشي للباتيمون اللي غيمشي فيه يكون فيه اجتماع، ويشدوا هذوك الناس كاملين؟ هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، علاش ما مشاوش للدار ديالو، مشاو ليها ما خداو الورقه من عند لو جوج باش يفتشوها حتى من بعد واحد سيمانه، يعني جاو دي مافيو وخوا وكلشي داكنين، جاو لها المخزن ولا جاو لها الدوله البوليس، ما لقاو حتى شي ورقه وداكشي، وكان خاصهم يلقاو دي ليفر دو كونت، حيت كوميم توتورينا كان تيجيري واحد لي ليفر دو كونت مع بزاف ديال الناس، ودوك كانوا يقدوا ياخذوا سميات، ويقدوا يشدوا واحد في فيلي واحد الكرون نومبر ديال لي مافيوزي. دوك هادشي كله ما داتوش الدوله. ودوك الجواب المقنع الوحيد على هادشي اللي ما عندوش الجواب، هي الدوله الايطاليه اول مره تحالفات مع كوزانوسترا ولا مع المافيا، قالت لهذوك لي مومبر ديال المافيا نتوما يا غادي نديروا لكم عفا الله عما سلف، والحاجه الوحيده اللي خاصنا بغينا منكم تعطيونا توتورينا. ودونك بزاف هذوك لي مافيوزو اللي كانوا في لاكوبول اللي كان الشيف ديالهم ديال توتورينا، كان عندهم بالنسبه لهم واحد الحل زوين، يعطيو واحد سونغينار ودموي ويعيشوا الحياه ديالهم كامله. دونك داكشي علاش الدوله ما دخلاتش في هذوك لي زونكيت اللي شدوا توتورينا، كلوتورات الدوسي، ما دخلوش داروا دي زونكيت على لي ليف دو كونت ديالو، على الناس اللي كانت يعاشر من بعد هذاك لو بروسي. دونك الاخوان كانت هذا واحد بعجاله واحد ليستوار ديال توتورينا، سي فري ما تطرقش لجميع الجوانب ديال لو بروسي وداكشي، خاص واحد الفيديو فيه سيمانه. دونك درت في ثلاثه ديال لي زيبيزود بالنسبه لشي واحد اللي ما تيعرفش توتورينا، ولا ما تيعرفش المافيا اللي بدات من الكورليون، او موا غادي تكون عنده واحد ليدي، ولا بغى يعرف مزيان كاين واحد الدوكيومونتير على ارتي بالفرنساويه. صراحه هذا الفيديو ديالي خديته كله من هذاك لو دوكيومونتير، دونك درت شويه ديال الترجمه بالدارجه بالنسبه للناس اللي ما تيهضروش الفرنساويه، وجيسبر يكون ليدي وصلات. الاخوان نخليكم حتى المره الجايه مع بيتات شي قصه زوينه، باقي ما عندي حتى شي بروجي دابا ما ندير في القناه، كاينين بزاف ديال البروجيات خاصني نعزل منهم واحد يكون زوين، ونخليكم حتى الحلقه اخرى، والسلامه.